هون أكبر مركز بالمنطقة بمحيطنا يعني. نحن عم نشتغل على تأمين حفاضات فوق صحية وجبات أساسية ترويقة غدا عشاء. عملنا كولابوريشن مع مطبخ، تبرعوا لنا بالمطبخ وباليد العاملة. نحن بنتكلف بس يعني مواد أولية يعني. عم نحاول نشتغل على الأدوية، اللي ما بدها وصفة حكيم يعني، اللي قادرة أنا أروح أجيبها من الصيدلية. بس الفكرة أنه نحن معتمدين على تبرعات العالم، كانت عينية أو مادية. ففي خبرية المي أزمة كبيرة، أنه منا متوفرة، وحتى لما تنقطع عم ياخد وقت طويل لحتى يتأمن يرجع يتعبوا الخزانات. في كتير نقص، السلطة غايبة كلياً. عم نحاول هلأ، بدأنا بمشروع جديد أنه نعمل نشاطات ترفيهية للأطفال يعني بالأخص. عم نفكر هلأ نعمل نشاطات مسرحية مثل مسرحيات، بدنا ننشر كتير موفيز، وبدنا نعمل فرقة موسيقية إن شاء الله. وإن شاء الله نكون عم نعمل واجبنا تجاههم هون إخواننا، وأكثر شيء فينا نساعدهم بأنه نأمن لهم هون الاحتياجات اللي إليهم اللازمة.